أهلا بحضراتكم مرة تانية. نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكيد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن في العديد من المشروعات اللي بيتم تقديمها للمرأة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد أن المرأة المصرية بيتم توجيه لها مختلف أشكال التدريب وبيتم دعمها بالمهارات الإنتاجية علشان ده يقدر يساعدها على رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي. الدكتورة نيفين القباج أيضا أكدت أنه في 75% من برامج الإقراض موجهة للمرأة، وده طبعا بخلاف مشروعات مسطورة اللي بتشمل أو الخاصة بالنساء بنسبة 100%. الكلام ده طبعا ممتاز جدا، لكن الأهم من ذلك طبعا هو تشغيل أو تفعيل ده على أرض الواقع. وعلشان نعرف ده يعني بالتفصيل تنضم إلينا الأستاذة نرمين منصور، مسؤولة تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الورد على حضرتك يا فندم. صباح الخير، وصباح الخير لكل مرأة مصرية، وكل سنة وهي قوية وطموحة وداعمة لأسرتها لأنها هي أساس المجتمع. كل سنة وحضرتك طيبة طبعا يا فندم. وحضرتك طيبة. يعني تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وتفعيله على أرض الواقع. أنا عايزة أقول لحضرتك أولا أن طبعا المرأة المصرية حازت بقدر كبير جدا من الاهتمام في عهد الرئيس السيسي، اللي أعلن منذ أيام الأولى اهتمامه الكبير وانحيازه الكبير للمرأة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات فخامته بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا. بتقوم وزارة التضامن بتقديم مجموعة من الخدمات للأسر المصرية بشكل عام وللمرأة المصرية بصفة خاصة على مختلف طوائفها، سواء كانت فتاة أو سواء كانت مقبلة على الزواج أو كانت حديثة العهد للزواج أو مرأة معيلة أو امرأة عاملة أو ربة منزل. بتقدم الخدمات دي من خلال 4 محاور: رعاية وحماية وتوعية وتمكين. نعم، يعني لو تدينا شوية تفاصيل عن المشروعات اللي بتشمل 100% أو الخاصة بالمرأة بنسبة 100%، يعني خاصة مشروعات مسطورة. مشروعات مسطورة هي مشروعات تبع بنك ناصر، هي طبعا بتهدف المرأة في المقام الأول، بتقدم قروض ميسرة للمرأة من لغاية 20,000 جنيه بفايدة بمصاريف إدارية 7%. لغاية الآن تم عمل 17,000 مشروع. استهداف برنامج الألف يوم يا فندم ده يعني بيستهدف الألف يوم الأولى للأطفال، ده بيستهدف نحو 41,000 سيدة في القرى، مظبوط كده؟ هو برنامج الألف يوم بيستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات اللي لديهم طفلين كحد أقصى، بيكونوا كمان مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة. بيتم صرف نقاط إضافية على السلع الإضافية على السلع الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا. الخدمة دي مشروطة بالمتابعة الصحية للأطفال، إجراء التطعيمات ليهم من خلال وحدات الصحة أو وتقديم وأخذ الرعاية الصحة الإنجابية للأمهات نفسه. استهدف البرنامج بالفعل 41,000 أم بتكلفة 65 مليون جنيه. أستاذ نرمين، يعني دلالة كل البرامج وكل هذه المشروعات وهذه الخطوات وتأثيرها على الأسرة المصرية زي ما يعني أنتوا شايفينها في وزارة التضامن الاجتماعي؟ هو بالتأكيد هي إن المرأة بتعد على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي في كافة برامجها وأنشطتها، لأن من خلال الاهتمام بالمرأة هنقدر نهتم بتحسين أوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية كلها. إحنا كمان في الإدارة العامة لشؤون المرأة عندنا محور تمكين اقتصادي، بننفذ مشروعات إنتاجية تنموية للمرأة الريفية على مستوى 25 محافظة. إحنا نفذنا مشروعاتنا في 471 قرية بإجمالي 113,000 مشروع لغاية دلوقتي. بيتم المشروعات بتكون صغيرة جدا لأنها بنستهدف فيها السيدات الريفيات البسيطات جدا، فالمشروع بيكون من 1000 لغاية 5000 جنيه بمصاريف إدارية 5%. بيتم تقسيط الأقساط بعد كده على 24 شهر بدون أي فوائد.
نعم الأستاذة نرمين منصور مسؤولة تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أولا كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ده كان امبارح، ونتمنى طبعا أن حضرتك تنورينا وتشرفينا إن شاء الله في حلقات يعني قادمة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.